ومن المتوقع أن تبدأ محكمة أوكرانية اليوم في النظر في أول قضية جرائم حرب ناشئة عن الغزو الروسي منذ 24 فبراير، بعد اتهام جندي روسي أسير بقتل مدني يبلغ من العمر 62 عاما. ويذكر أن هذه القضية ذات أهمية رمزية كبيرة لأوكرانيا، حيث اتهمت حكومة كييف روسيا بارتكاب فظائع وحشية ضد المدنيين خلال الغزو الروسي، وقالت إنها حددت أكثر من 10,000 جريمة حرب محتملة. ومن جهتها نفت روسيا استهداف المدنيين أو التورط في جرائم حرب، واتهمت كييف بتنظيمهم لتشويه سمعة قواتها.